عزوز وجود. عزوز وجود يذهباني إلى السباق. عربات الجو كارت هذه مذهلة يا جود. الحقي بي إلى استطاعتي. إنني خلفك مباشرة يا عزوز. يبدو أنك سبقتني هذه المرة. عزوز استيقظ استيقظ. لقد فزت. اليوم هو اليوم المنشود. اسمع في الخارج، اسمع الأصوات، لقد بدأوا ونحن ذاهبون. يبدو أن اليوم سيكون يوما حافلا. هيا لنذهب يا عزوز، سيكون الأمر ممتعا للغاية. ياي، لا أستطيع الانتظار. أهلا بكم في حلبة كورنيش جدة، والتي تم بناؤها في 8 أشهر فقط، وتعتبر أسرع حلبة شارع في العالم وأكثرها منعطفا. حقا رائع، لا شيء مثل صوت صرير الإطارات. وصوت هتير محركات السيارات وهي تمر بسرعة. انظروا إلى هذه الأشجار الجميلة. يا الله، كما أني أستطيع رؤية البحر. ماجد، أليس هذا هو صديقك خالد؟ هل يتسابق؟ نعم يا نور، إنه هو. كم هذا مثير. إلى هنا. رائع، انظروا إلى هذه السيارات، كم هي رائعة، تشبه ألعابي. أعتقد أنها أروع قليلا من ألعابك يا عزوز. كم أنت ظريفة يا جود. الأمر لا يتعلق فقط بكونها سيارات سريعة، بل يتعلق أيضا بمعايير السلامة. انظروا إلى زي السائقين مثلا، إنه مقاوم للحريق. كما أن الخوذ مصنوعة من ألياف الكربون، وهي مادة قوية جدا تستخدم في السيارات. إنها رائعة حقا، وهي تواكب العصر. ماجد، أنا سعيد بحضوركم لتشاهدوني أتسابق. هل تودون رؤية سيارتي عن قرب؟ أتقصد هذه السيارة هنا؟ هنا. هل تعلمون أن الأمر يتطلب 20 فنياً للتعامل مع سيارة واحدة فقط في محطة خدمة السيارات؟ 20 لسيارة سباق واحدة فقط؟ كيف ذلك؟ لأن عليهم أن يثبتوا السيارة ويقوموا بتغيير الإطارات وإجراء تعديلات على الديناميكية الهوائية، ثم إطلاق السيارة بأمان في بضع ثوان فقط. هذا عمل جماعي بالتأكيد. رائع. ماذا هناك؟ ما تلك الشاشات؟ هذا يا صغيري هو مركز التحكم، حيث أتواصل مع الفريق أثناء السباق. يمكنني إخبارهم بما يحدث للسيارة وما إن كنت بحاجة لإصلاح أي شيء أثناء السباق. يرجى من السيارة رقم 11 أن تأخذ موقعها. حان وقت الذهاب، يمكنكم مشاهدتي أتأهل من هنا وتسمعونني أتحدث مع الفريق من سيارتي. ادعوا لي بالتوفيق. وفقك الله. كل شيء على ما يرام. أنا مقبل على الزاوية الأخيرة. جئت أنزلق. ترقبوا ماذا سيحدث مع خالد. هل سيتأهل للسباق؟ هذا ما سنعرفه في حلقة القادمة.
إذا استمتعتم بالمحتوى وتريدون مشاهدة المزيد، يرجى الضغط على زر التفضيل والاشتراك في قناتنا لتصلكم آخر تحديثاتنا. نقدر دعمكم لنا.